السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة أخرى حول السرطان، يعني قسمنا يعني السرطان إلى ثلاث حلقات طبعا، لأن هناك معلومات قوية. وقد تكلمنا في الحلقة الأولى عن لننبه أو نحذر كذلك الأشخاص الذين هم في طريقهم إلى السرطان، من الأشخاص الذين يتصلون بكثير من الأشياء الخطيرة، من التدخين، من الكحول، يعني هذا منها يعني الأشياء، التعرض للأشعة، من الأشياء اللي يعني هذه تناول حبوب من الحمل، ماشي ليس حبوب من الحمل، ما هرمونات، يعني حتى يعني العلاج الهرموني قد يؤثر، وحتى كثرة الأدوية كذلك، كثرة الأدوية تسبب سرطان، يعني الأشخاص الذين يعالجون لمدة 10-15 سنة يعني بهذه الأدوية، فطبعا يعني في الأخير سيكون مشكل على مستوى القولون، أو ربما يكون مشكل على مستوى الدم مثلا. فيجب كذلك الأدوية كذلك من العوامل التي ربما تحدث يعني خطر في الجسم هذه. ف الحلقة الثانية تكلمنا عن يعني كيف يتعامل الناس مع السرطان، ويعني كيف يغيرون نمط العيش ليوقفوا هذا السرطان. فمع الأسف، مع الأسف يعني أقولها مرتين، يعني أن الناس لا زالوا ينتظرون وصفات وخلطات، ويعني أنني أخلط يعني 100 جرام من هنا ونصف كيلو من هنا و250 جرام ونصف كيلو من هنا، وأخلطهم وأطحنهم وأخذهم مع الصباح كي أتعالج من السرطان. فهذا السلوك نحن نحاربه هذه أكثر من 20 سنة. يعني لماذا؟ لأن الناس ضيعوا ثقافتهم الغذائية، الناس لا يعرفون كيف يتعاملون مع الخضر، الناس لا يعرفون حتى مذاق بعض الخضر، الناس لا يعرفون يعني حتى أسماء بعض الخضر مع الأسف الشديد. يعني وصلنا للحضيض، يعني من حيث الثقافة الغذائية وصلنا للحضيض، أن الناس يعني عندهم إجازة وعندهم ماسترز دوغري وعندهم يعني شواهد عليا، ويجهلون حتى أسماء الخشاش الأرض، أسماء الخضر وأسماء الفواكه، أشياء يجهلونها تماما يعني. وحتى وهذا يعني هذه المسائل هذه هي داخلة، هي كذلك تدخل في 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 علاج يعني الناس، يعني لا زالوا لم يقتنعوا بهذه الأشياء، لا زالوا لم يقتنعوا بهذه الأشياء. فعلياً أنا أقول مع الأسف الشديد أن هذه ليست مسؤوليتنا نحن. إذا كانت يعني هذه برامج طبخ في الإذاعات وفي الإعلام، إذا كانت برامج الطبخ حطمت الثقافة الغذائية عند الناس، فليس مسؤوليتنا يعني مع الأسف. ماذا نعمل؟ يعني النساء الآن أصبحنا لديهم يعني دفاتير يكتبون عليها حلويات وكعكات، يعني ويعني 15 مكون تبحث عنها، وهذه 15 مكون كلها مسرطنة. وفي الأخير هذه المرأة لا يعني لا تعرف كيف تتعامل مع يعني بقوليات، مع حمص وعدس وفول وفاصوليا، يعني البازلاء، هذه جلبانة لا تعرف كيف تتعامل معها. لما نتكلم الناس عن حساء الفول وحساء الحمص وحساء الشعير، الناس يعني يشمئزون، لكن لما نتكلم عن بطاطس مشوي وعن دجاج مشوي إلى آخره، فهذه لا يمكن، لا 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 يمكن أن لا يعالج السرطان أو لا يتوقف، لا يمكن. إذا توقف الشخص عن العوامل التي أدت إلى السرطان، سرطان يتوقف. قاعدة ريادية بسيطة جدا ويعني بديهية، إذا توقف الشخص عن أسباب السرطان يتوقف سرطان. ثم هذا الناس يعني يعولون على الكيميوثيرابيا وعلى الأشعة الراديوثيرابيا، يعولون عليها 100%، ثم يذهبون إلى 6 و8 و10 وهناك من يعني مشى حتى 30 حصة من الإشعاع، من العلاج يعني بالأشعة الراديوثيرابي 30 حصة، وهناك من ذهب إلى 12 حصة بالكيميوثيرابي لما تخرب المناعة. ثم يبدأ يسأل ما هي الأغذية وكيف دلني على شيء يرفع المناعة، لماذا يريد شيء يرفع المناعة كي يعود إلى الكيميوثيرابي. يعني سبحان الله، يعني هذا شخص يعني كيبين لنا سوء فهم الأشياء، سوء فهم الأشياء يعني هذا. فهذا الشخص لا يعلم على أن الكيميوثيرابي هي التي خربت المناعة. إذا تخربت المناعة فالسرطان يزيد ولا ينقص، مرتين أقولها، إذا تخربت المناعة فالسرطان يزيد ولا ينقص، لا يمكن أن ينقص. فيجب أن يفهم الناس هذه الأشياء، يعني ممنوع الكيميوثيرابي بالنسبة للأشخاص الذين تخربت مناعتهم، أقولها مرتين، ممنوع الكيميوثيرابي للأشخاص الذين تخربت مناعتهم، الذين أصبح لديهم 2.5 يعني من الكريات البيضاء، والذين أصبح لديهم يعني 50,000 و40,000 من يعني من 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 من, من الصفائح، والذين أصبح لديهم 2.1 من الكريات الحمراء، هادو يعني ممنوع عليهم الكيميوثيرابي، لأن هذا الشخص لا يعني الكيميوثيرابي هي موضوعة للأشخاص الذين لهم مناعة قوية، مناعة مرتفعة، يكون عنده 9 و10 في الكريات البيضاء، يكون عنده 4.5 و5 في الكريات الحمراء، يكون عنده 240,000 و260,000 و300,000 في الصفائح الدموية، هذا الشخص يقدر على الكيميوثيرابي، ولكن بحذر، يجب أن يحذر هذه المناعة. فيعني الناس يسألون عن أشياء يعني تبين لنا على أنهم يعني
غير واعين بهذه الأشياء مع الأسف الشديد، وهناك تهور كبير. أشخاص ينتظرون خلطات وينتظرون وصفات، يعني أخلط هذه مع هذه، وأن الحامض يعني الليمون هذا يعني الحامض يعني يعالج السرطان، وأن الثوم يعالج السرطان، وأن العلندة تعالج السرطان، وأن الجرافيولا تعالج السرطان، وأن يعني فلان عالج السرطان بكذا وإلى آخره. هذه ممكن لجميع الناس أن يعالجوا، أن السرطان يعالجوا أنفسهم إذا قدروا على ذلك. في الحلقة الأولى تكلمنا على يجب أن يقطع الناس جميع المواد الصناعية. لا يمكن أن يعالج السرطان والناس لا زالوا يستهلكون سكريات صناعية، محليات وليس سكريات، محليات صناعية، ويستهلكون زيوت مكررة، ويستهلكون مارغرينات، ويستهلكون أجبان، ويستهلكون نقانيق لحوم مصنعة، يستهلكون يعني بعض يعني هذه الأشياء التي تضاف إلى الأكل، الكيتشوب مثل هذه المسترد، مثل يعني هذه الأشياء، هذه التي يعني غريب، أشياء غريبة جدا، أشياء غريبة جدا. وأن الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لائحة الخضر بالمئات، لائحة الفواكه بالمئات، لائحة الحبوب بالمئات، يعني زيت الزيتون، هناك أشياء تأتي من الأرض، أوراق خضراء تنبت في الأرض، هناك يعني برية لا زالت برية يعني طبيعية، يعني لا تزرع ولا أشياء، ولكن الناس يبحثون عن أشياء أنا يعني أريد أن أخلط هذه مع هذه ثم أخلطها وصفة تعالج السرطان. لا توجد وصفة تعالج السرطان، يوجد نمط العيش الذي يوقف سرطان، لا توجد وصفة أو خلطة تعالج سرطان، مرتين أقولها، لكن يوجد نمط عيش ممكن أن يوقف سرطان. يجب أن يفهم الناس هذه يعني. ثم يجب ألا يتسرع الناس، يعني بقي لي حصتان من الكيميوثيرابيا، مع الأسف المناعة انخفضت. أنت في نصف الطريق، لا يمكن أن تكمل ولا يمكن أن تعود إلى الوراء. ثلاث حصص تخربت المناعة، لماذا؟ لأنك لم تبدأ من البداية، لأنك لم تقطع المواد الصناعية قبل الكيميوثيرابيا، ولأن المناعة كانت يعني متخربة قبل يعني الكيميوثيرابيا، ولأنك تسرع، ولأنك تريد أن تعالج السرطان بقوة، ولا السرطان لا يعالج بهذه الطريقة، لا يعالج بالسرعة، ولا يعالج بهذه الطريقة، ولا يعالج بصرف الأموال. هذه السرطان يعالج بالعقل، الناس يتريثوا في الأشياء ويغيروا نمط العيش، يتوقفوا عن جميع المواد الصناعية، ويتوقفوا عن الطبخ في الألمنيوم، والطبخ في الطيفلون، والطبخ في السيليكون، ويطبخوا في النحاس وفي يعني في ستانلس ستيل، ستانلس ستيل إينوكس بالفرنسية، يطبخون في الطين. وما زال الناس يسألون عن الطين، قالوا بأن الطين فيه، يا سيدي طبخ في الطين حتى ولو كان مملس فهو أحسن بكثير من الألمنيوم. يعني سبحان الله، الناس يسألون عن الرصاص في الطين، والرصاص الموجود في الكؤوس الزجاج وفي البلار، يعني هذا الكريستال، الرصاص الموجود في الكريستال وفي الزجاج أكثر من الرصاص الموجود في الطين، ولكن لا زال هناك الناس يتساءلون. وسمعنا بأن الطاجين فيه، هذا غريب، والله غريب، نحن نستغرب، نستغرب يعني أن الناس أصبحوا الآن في هذه الحالة، وأن يعني حتى السوق الآن أصبحت فيه الخضر التي يكثر الناس على اقتنائها، في بطاطس وطماطم وبصل. لماذا؟ لأن الناس يسألون دائما عن البطاطس والطماطم، لما يقتني هذه الثلاث فقد اقتنى الخضر، هذه ليست خضر. الخضر هي الخضر الموسمية التي تخرج في وقتها وتزرع في وقتها، هي البطاطا الحلوة، هي القلقاس، نسميه في المغرب بطاطا القصبية، هذه يعني هذا الطوبينامبور بالفرنسية، والجيروزاليم ارتيتشوك بالانجليزية، والسويت بوتيتو بالانجليزية، ولا باتا دوس بالفرنسية، وبطاطا الحلوة بالعربية، نقولها يعني بثلاث لغات على الأقل، إذا لم تعرف شيء بالعربية فبالإنجليزية. طبعا هناك قاموس واحد، الخرشوف، هذه أرتيتوك، أرتيتشوك، الخرشوف، جدر الخرشوف، وعندي رؤوس الخرشوف وأوراق الخرشوف، هذه كلها أشياء جيدة. أن الكرفس والبقدونيس والكزبرة، هذه كلها جيدة. هذه اللي يعني الروتابقا، يعني هذا اللفت المر، اللفت المر، اللفت الأصفر، واللفت المر الرقيق، واللفت الأبيض، والجزر، وهذه أشياء كلها جيد، يعني غريب. القرعيات، كل أنواع القرعيات جيدة. هذه ثم هناك الفول الطري، الفول الطري والبازيلاء طرية، وكذلك الفاصوليا طرية، هذه يعني كخضر، ثم يعني كبقوليات، يعني يابسة، حبوب يابسة كذلك تستهلك هذه. ثم زيت الزيتون، لا بد من زيت الزيتون، واستهلاك زيت الزيتون بكمية معقولة بالناس المصابين بالسرطان، حتى أني سمعت بأن هناك من نصحه الطبيب أن لا يتناول يعني زيت الزيتون، وهذا شيء غريب، هذا شيء غريب ومخرب في نفس الوقت. سبحان الله، زيت الزيتون، زيت الزيتون يجب أن يستهلكها الذين يتابعون حتى العلاج بالكيماوي. لماذا؟ الزيتون فيها المضادات للأكسدة، وهي التي تحفظ الجسم ضد تخريب الكيماوي،
استهلاك زيت الزيتون يجب أن بكمية معقولة، يمشي حتى 100 ملي في اليوم. وكذلك الحبوب التي تكلمنا عنها، وكذلك تكلمنا عن النظام المتكامل، ليس النظام النباتي، النظام المتكامل. شنو النظام المتكامل؟ النظام اللي فيه الحبوب إذا كانت كلها جيد، قمح، شعير، ذرة، رز، شوفان، الزؤان، حتى الزؤان، الزؤان فيه ستيرول. الزؤان لا الناس لا يعرفون ماذا الزؤان، لا زالوا يتساءلون. الكاناري سيدز بالانجليزيه، لا البيست بالفرنسيه، نعاود، لا البيست بالفرنسيه، الكاناري سيدز بالانجليزيه، الزؤان بالعربيه، كانوا يعطوه الناس للعصافير. هذه حبوب منسيه لا يعلمها الناس. يسالون عن الكانوا، وقالوا بان الكانوا غريب، الشعير احسن من الكانوا ب 500 مره. غريب، الناس هكذا يعني اشياء يعني يسمعون، ما لا ادري من اين تخرج هذه الاشياء، هذه غريب. ثم هذه الاشياء التي خرجت الان من الحريق، من السلق، من الحماض، هذه الحميضه، من الخبيزه، هذه من اشياء يعني ستظهر في الصيف وليس الان. الرجله تكون في الصيف وليس الان. من حتى الاشياء على شكل شاي، الاعشاب التي تشرب في البراد على شكل شاي وليست خلطات وليست وصفات. ناس كانوا يشربون هذه الأشياء على شكل شاي، يعني الناس كانوا يشربون الزعتر مغلى في الماء، كانوا يشربون يعني حتى الصنوبر مغلى في الماء، كانوا يشربون زنجبيل مع الماء، كانوا يشربون خلنجان مع الماء، يشربون زعفران مع الماء، يشربون أوراق الأوكاليبتوس مع الماء، يشربون أوراق زيتون مع الماء، يشربون أوراق الرمان مع الماء، يشربون أوراق التين مع الماء، يشربون أوراق العنب مع الماء، يشربون أوراق يعني الشجر الليمون، الشجر البرتقال، شجر الليمون مع الماء. يعني حتى يعني الإنسان من قبل كان مثقف أكثر من الآن في الميدان الغذائي والعلاجي والطبيعي. كان الناس يجمعون أزهار بعض الأشياء، كان الناس يجمعون زهرة الصبار هذه الهندية، التين الشوكي أو الكوماتري، كانوا يجمعون أزهار هذا التين الشوكي، كانوا يجمعون أزهار الذرة، يعني هذا الحرير الذي يخرج من هذه الذرة لما تتمر، يعني يكون عندها حبوب، يكون عندها حرير، كانوا يجمعون هذا حرير الذرة، الذرة الطبيعية البلدية وليس الذرة المغيرة وراثيا التي تعطى للبقر. أن هناك من رأيتهم الآن يشهون الذرة التي تعطى للبقر ويأكلون هي مغيرة وراثيا. هذه الأزهار كانوا يجمعون أزهار كأزهار البرتقال وأزهار الرمان وأزهار كثير من الأشجار وكثير من النباتات. هذه الأزهار كانت تجمع وكانوا يستعملونها، وكانوا يحفرون بعض الجذور من الأرض ويستعملونها. كذلك هناك كثير من الأشياء لا زالت عندنا في المغرب، مثلا المغرب العربي كله، يعني ما زال تونس المغرب والجزائر كلهم عندهم هذه الأشياء. يعني المرة الفايتة تكلمت عن شجر العرعار، وأن إخوان جزائريين يقولوا أنه موجود. نعم موجود العرعار في الجزائر وفي تونس طبعا، يعني لما أقول موجود في المغرب فهو موجود في الجزائر، لا يمكن أن يوجد في المغرب ولا يوجد في الجزائر، وهي أرض واحدة، لا يمكن. جميع الدرو والعرعار وهذه، حتى الدغموس موجود في الجزائر، موجود في المغرب، يعني جميع الأشياء التي موجودة في هذه البلدان. يعني الأطلس الكبير والأطلس المتوسط، الأطلس التلي هو جبل واحد غادي يحتل يعني حتى الحدود الشاوي، حتى الحدود تونس. هذا الأطلس، يعني هذه الجبال كلها سلسلة غادة من المغرب حتى تونس. هذه يعني جميع الأشياء الموجودة في هذه الدول هي ما أقول موجود في المغرب فهو موجود، يعني طبعا في الجزائر، هذه أكيد مؤكد. يعني ونفس تقريبا نفس المزروعات هي الموجودة، يعني حتى لما في الفترة اللي كان المغرب العربي مستعمر، كانت أشياء تأخذها فرنسا من المغرب والجزائر، مثل الخرشوف مثلا، ومثل البرواق، هذه الأسفوديل كانت فرنسا كتدي منه كميات كبيرة. هذه الأسفوديل الآن أصبح منسي ولا يعلمه الناس، رغم أن فرنسا كانت تأخذه من المغرب ومن الجزائر، وكانت تأخذ منه كميات أطنان، يعني آلاف الأطنان كانت تأخذها من يعني من المغرب. وكانت كذلك تأخذ السكوم البري كانوا يجمعونه الناس من الغابة. والسكوم يعني نبات قوي، نبات الهليون باللغة العربية، وسميت الهليون الأسباراغوس إن إنجيلس إزاسبرج بالفرنسية، هذا نبات الهليون، السكوم هذا بالسين وليس بالزي. هذا النبات جيد للمصابين بالسرطان، هذا نبات جيد، هذا يسلق في مائه، يسلق ويطحن في مائه ويؤكل، ليست خلطة، أكل يأكله الناس، يأكلوا منه كمية جيدة، يعني هذه يعني صحن أو هذه يعني يأكلونها منه جيد. هذا السكوم هذا هو غادي يكون هذا وقته الآن. هذه حتى جذور الدوم، كان الناس يأكلون جذور الدوم، هل هناك من يأكل جذور الدوم الآن؟ لا أحد. كان الناس يعني هذه أشياء يجنونها من الغابة، هي موجودة ولا تباع، حتى يعني لا تباع، هي كانت تعطى للناس، لأن يعني أصبح كل شيء يباع. ولما نتكلم عن نبتة التمن يرتفع إلى حتى أننا نستحي الآن نتكلم عن بعض النباتات، الآن نستحي أن نتكلم عن بعض الأعشاب. لماذا؟ لأن التمن سيصبح يعني لا يطاق.
هكذا، لأن هذه الأشياء تتبعها تجارة مع الأسف الشديد، ونحن لا نبيع ولا نشتري، وليس لدينا محل تجاري ولا مكتب ولا أي شيء. نحن نعطي نصائح يعني، فهذه النصائح نحن لا نستحي من أحد. لماذا؟ لأننا لا نبيع ولا نشتري، نحن نتكلم بطريقة علمية، والعلوم لا يعني العلوم لا تستحي من أحد، فالحقيقة العلمية حقيقة علمية يعني هذه الأشياء. فهذه الحلقة خصصناها للأشخاص اللي في آخر طور العلاج، واللي وقفوا في نصف الطريق. وقفوا في نصف الطريق، يعني أنا عملت 3 حصص، مع الأسف المناعة تخربت، لا يمكن أن أكمل، والطبيب نصحني بأن أكل جيد كي ترتفع المناعة ثم أعود للكيميوثيرابي. أكل جيد معنى تأكل جيد، معنى أكل جيد، أكل تأكل جيد معنى تأكل جيد، تأكل لحوم، ماذا معنى هذه تأكل جيد، تأكل مليح، تأكل جيد، ما معنى هذه تأكل جيد؟ هو الأكل الذي تكلمنا عنه، هو التوقف عن المواد الصناعية أولا، لكي لأن المواد الصناعية تخرب المناعة بدون كيميوثيرابي بعدها. ثم يعني النظام الغذائي اللي تكلمنا عليه، من طبيعي متكامل، فيه حبوب، فيه بقوليات، فيه خضار، فيه فواكه، فيه خشاش، ويعني ركزنا عن الحبوب أو الحبيبات أو البذرات هذه الصغيرة، مثل السمسم والكتان والحلبة والحبرشاد والحبة السوداء والكمون. ولا زالت هناك المغالطات، والحبة السوداء ليست هي السانوج، والحبة السوداء اللي في المغرب ليست هي الحبة السوداء في السعودية. لا إله إلا الله، 20 سنة وإحنا لازلنا لا نعرف يعني عن ماذا نتكلم. يعني والله لا يعني عار علينا، يعني عار علينا حتى أن قاموس موحد بلغة، عار علينا أن نختلف في هذه الأشياء هذه. فيا سيدي، تكون السانوج ولا تكون حبة البركة ولا تكون حتى بذور البصل، المهم أن تكون مع الحبوب، أن تكون في النظام الغذائي، وهي عليا يجب أن تؤخذ كما كان الناس من قبل يأخذونها. إحنا الباحثين في المختبر أننا يعني استغربنا للكمية التي كان يأخذها النساء. لماذا؟ لأننا في المختبر لما نبدأ بتركيز، نبدأ بالتركيز المستعمل. هناك استقراءات يعني نسأل الناس كم تستعملون من هذه المادة، والأشياء التي كانت تأخذها النساء بأصابعها، كانت تأخذ الحبة السوداء تضعها في العجين، سانوج بالمغرب نسميها هكذا، وتأخذ يعني الحب يعني هذه اليانسون الشمرة أو السنو السانوج، كانت تأخذ بيدها بأصابعها وتضع في العجين، وهذه هي الكمية التي بدأنا بها. وسبحان الله، هي الكمية هذه الكونسنتريشن دوز يعني بالفرنسية، هنا وجدنا هذه الأشياء التي كانت تأخذ المرأة، هي الأشياء الغير مضرة، وهي الأشياء التي كانت تأخذ يوميا. والمهم في هذه الحبوب هو ليست الكمية، المهم هو الوقت أن تأخذها دائما. هذه يعني ما عدا حبوب الكتان، حبوب الكتان كان يأكل منه الناس كمية أكثر من الحبوب الأخرى. كانوا يعني الحبوب الكتان ممكن الشخص يتناول ملعقتين كبيرتين في اليوم وحتى 3. ويعني يخليكم من النصائح السلبية أنه يضرب الغدة الدرقية، وأنه مسموم، وأنه فيه خطر، وأنه يجب أن لا يطحن وإلا يبقى. خليكم من هذه الأشياء، هذه الخزعبلات. حبوب الكتان تؤخذ يعني هكذا وتطحن، وممكن أن تبقى مطحونة لمدة أسبوع أو أسبوعين، وليس هناك مشكل. فالنساء كنا يطحن هذه الأشياء وتبقى عندهم أكثر من أسبوع، وكانوا كنا يعملن بها. هذه الحبوب لا بد منها في النظام الناس المصابين بسرطان. فهذا الطور الأخير ماذا يعمل الشخص؟ حتى يعني أننا أصبحنا نستحني، لأن كين الناس كل لا ولا يمكن يعني خضر وفواكه سأعالج سرطان. يا سيدي، الكلمة علاج قوية، ستوقف سرطان أو على الأقل ستقدر على العلاج، لكن إذا بقيت على النظام المخرب فلن تقدر على الكيميوثيرابي. هذا هو التوضيح، هذا يجب أن يفهم الناس هذا الخطأ، لن تقدر على الكيميوثيرابي، لكن إذا كان نظامك الجيد فنحن لا يمكن أن لا ننصح الناس بأن لا يتعالجوا، لا يمكن أن نقول للناس بأن الكيميوثيرابي لا ليست علاج. الكيميوثيرابي هي الآن متورة، هي الآن الموجودة، فنحن نتكلم خارج العلاجات الكيماوية، نحن نتكلم عن النظام الغذائي الذي يمكن أن يساعد الشخص في هذه العلاجات هذه. فهذه الحلقة خصصناها لنذكر بأن ممكن للناس، إذا يعني هي ركيزتين. الركيزة الأولى أن يتوقف الناس عن جميع المواد الصناعية، المواد المعلبة الصناعية التي يعني مرت من البروسيس، من باب ذلك السكريات والزيوت واللحوم والأجبان وكل كل 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 يعني حتى التوابل إذا كانوا يقتنونها يعني حبوب ويطحنونها بأنفسهم يكون أحسن، لأنها تكون مغشوشة في غالب الأحيان. هذا يعني 50%. 50% الأخرى أن يلتزم الناس بالنظام الطبيعي، بدون لحوم، بدون حليب، بدون سكر، بدون أي شيء. ممكن يستهلك سمك، ليس هناك مشكل، سمك ممكن يستهلك سمك،
والناس الآن يعني خائفين وأنا من أين تأتيني البروتين يا سيدي؟ الفول والحمص والعدس والفاصوليا في 22% بروتين، واللحم في 21% بروتين. هذه الحبوب البقوليات أكثر بروتين من اللحوم، بروتينات يعني جيدة، جودة عالية، يعني ليس فيها كوليسترول، ليس فيها دهون مشبع. هذه الأشياء. ثم يعني أنا أتبع النظام الكيتوجيني، أنا سأتبع النظام يعني بدون هذا، أنا فلان يعني يعني أصبحت الأنظمة يعني تذكر بأسماء أصحابها. شخص عالج السرطان والآن هو يعطي علاجات لأنه تبع، نعم، لأنه استطاع أن يعالج نفسه. لماذا لا تعالج نفسك أنت؟ إذا كان الناس يجهلون الخضر ويجهلون الفواكه ويجهلون حتى الحبوب فلن يعالجوا أنفسهم. يعني هذا الشخص ذهب هو إلى المطبخ وبدأ يطبخ لنفسه وبدأ يصوم ويجوع وبدأ يتحرك وبدأ يعالج هو نفسه بسرطان. نعم ممكن يعني يفعل مثله، وليست الخلطة التي استعملها، لأنه يعيش في بلد فيه خضر وأنت تعيش في بلد فيه خضر أخرى. لنتكلم عن مثلا إخواننا دابا في بلدان الخليج، مشكل الآن، مشكل في بلدان الخليج، مشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن المواد كلها مستوردة، فإذا يعني جنبناهم هذه المواد المصنعة فماذا سيأكلون؟ وهذا مشكل، لأن يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأشياء. ثم في هذه البلدان مع الأسف الشديد أن يعني لما تقول كل شيء سيء يصفقون لك. لماذا؟ لأنك إذا قلت كل شيء سيء فيقول كل شيء سيء، أنا آكل مشروبات الغازية سيئة أو الزيوت سيئة أو السكر سيء أو اللحم سيء أو الخضر سيء أو الفواكه سيء، أيضا كل شيء سيء فأنا آكل. بما أن كل شيء سيء، ليس كل شيء سيء، لا زالت هناك شيء جميل، وهناك سيء وأسوأ. على الأقل تجنب الأسوأ، هناك سيء وأسوأ، وتجنب الأسوأ على الأقل أسوأ. يعني أن هناك هرمونات ومضادات حيوية في بعض اللحوم أو في بعض الألبان، وهناك يعني شيء ضئيل من المبيدات مثلا في بعض الحبوب، فهذا أسوأ وهذا سيء، فعلى الأقل تجنب الأسوأ يعني يكون أحسن. ثم الإخواننا اللي في الدول الأمريكية والأوروبية كذلك عندهم منتوجات، ممكن حتى في دول الخليج أنهم يستوردون من الهند ومن باكستان، عندهم بعض الأشياء الآن أصبحت تباع كمكملات غذائية من السيلينيوم ولا الجليتاتيوم. السيلينيوم يجب أن يتعامل معه الناس بتحفظ. ثم هناك الجليتاتيون، هناك طبعا هذه الكلوريلا وسبيرولاين، بعض الطحالب البحرية هذه يعني غنية جدا. ثم هناك يعني أكبر أو بروبوليس، ثم من غذاء ملكة بولين، هذا يعني حبوب اللقاح. لماذا؟ لأن علين حبوب الطلع أو حبوب اللقاح هذه لأنها مغذية، لأن فيها أملاح وفيها مضادات الأكسدة بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون الكيميوثيرابية فهي جيدة. هذه ويعني هذه ألا تخلط لا مع عسل ولا مع أي شيء، فهي الآن تباع في كبسولات، يعني في أمريكا وفي أوروبا تباع في كبسولات، فقط أن يستهلك الشخص 3 جرامات 3-4 جرام في اليوم يعني جيد. هناك يعني نوع هذا البرازيلي، هذا البروبوليس البرازيلي، يعني جرين بروبوليس، هذه لا بروبوليس فيرت، الجرين بروبوليس الان هو. ثم هناك كذلك الاصفر، النوع الاصفر اليلو بروبوليس، او كنسميه احنا العادي، يعني هذا البروبوليس العادي، ولكن الجرين بروبوليس الناس اللي عندهم في الاسواق موجود وغالي، ومع الاسف يعني هذه التغطيه الصحيه لا تاخذ بعين الاعتبار هذه المكملات الغذائيه، وربما يكون يصبح العلاج يعني لا يطيقه الناس، ومع الاسف الشديد ان هذه الاشياء يعني هي باهظه الثمن. فممكن الناس، انا اؤكد ان ممكن جدا ومئة، ونحن متيقنون انه ممكن السرطان يتوقف، ولذا لم يتوقف فهناك خطا ما هناك خطا. لأن يعني كثير من النساء الآن يعني كيعملوا كيميوثيرابي وكيعملوا هذا الواقي من الشمس على الوجه معلين. فيجب أن يمتنع النساء، أن تمتنع عن جميع الكوسميتيك، جميع مواد التجميل، أن يغسلوا بالصابون العادي، صابون يعني ظهر منذ كليوباترا، يعني منذ زمن بعيد، صابون فيش مشكل. وأن يعني يتجنب النساء أن تتجنبنا جميع، لأن هناك نساء الآن لم يتعالجن لأنهن يستعملن مشكل كوسميتيك وحتى مطهرات ومنظفات، لأن هذه الأشياء التي يغسلون بها ينظفون بها المنزل وحتى ينظفون بها الثياب كذلك، يعني حتى في هذه الغسالة الآلية هذه الأوتوماتيك هذه كذلك فيها أشياء خطيرة التي تستعمل في الغسيل، أشياء خطيرة جدا، يجب أن لا يلمسها على الأقل الأشخاص بأيديهم أو لا يستنشقوها، يكون يعني يكون أحسن. يعني إن شاء الله سنتكلم في حلقة أخرى عن الأشخاص الذين يعني أجروا تحاليل بعد هذه العلاجات ثم وجدوا على أن السرطان اندثر أو لم يعد هناك سرطان، ولكن يجب أن يبقوا حذرين إن شاء الله، نخصص لهم حلقة أخرى. سلام عليكم.